أكيد مكملين برحلتنا الثقافية، واليوم خلينا نرحب بأمناء المتاحف أيضا المتواجدين معنا اللي كان لهم عمل مستمر للحفاظ أيضا على هذا الصرح الثقافي. معنا الأستاذ محمد نور الحباق أمين المتحف الإسلامي، والأستاذ صفوان بنان أمين متحف عصور ما قبل التاريخ، والأستاذة زكية عبد الحي أمينة متحف الفن الحديث. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم. يا أهلا. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا. يعني بداية بدي أسأل سؤال مشترك لكم كليات، لنحكي عن أهم الأقسام بالمتحف الوطني وأيضا المعروضات الموجودة فيه، فنبلش مع الليديز فيرست مثل ما بيقولوا. يلا. صباح الخير، يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم بمتحف حلب الوطني. نبدأ بآخر قسم، يعني أو القسم الحديث، هو قسم الفن الحديث. نعم. اللي تأسس بالسبعينيات من القرن الماضي، بيضم لوحات وتماثيل لفنانين مهمين. طبعا القسم يحوي اغلب لوحات لهين الفن. من اي عام لاي عام يعني؟ تقريبا من 45 1945 وبعد لهون. نعم. القسم بضم لوحات عديده لفنانين حلبيين، يعني بما انه حلو. بمدينه حلب، ولفنانين ثانيين، وبيشمل لوحات، بيشمل تماثيل، اعمال فنيه مهمه نوعا ما، اعمال فنيه شاركت بمعارض ثانيه. في عدة فنانين موجودين عندنا، مثل فتحي محمد قباوي، فاتح المدرس، ألفريد بخاش، وفنانين تانيين. وعرضنا كام لوحة لهم طبعا بافتتاح متحف حلب الوطني بال 2019، بس لضيق المساحة ما قدرنا نعرض غير 4 لوحات فقط. نعم. أيضا نحكي عن، تفضل. شكرا. محمد نور حباق، أمين المتحف الإسلامي. متحف الآثار العربية والإسلامية هو تسميته. يضم اللقى والقطع الأثرية اللي تعود للمفهوم الحضاري الواسع للحضارة الإسلامية، من فخاريات إلى مصنوعات معدنية إلى مسكوكات إلى مخطوطات إلى بعض الأدوات الأسلحة. على سابقا قبل الحرب على سوريا كان في جناح خاص من 3 قاعات بيضم اللقى الأثرية اللي طلعت من المواقع الأثرية في سوريا، مثل بالس مسكنة وقلعة جعبر، وحتى في قلعة حلب أو الحفريات اللي صارت في مدينة حلب القديمة. نعم. بعد التحرير تم إعادة افتتاح المتحف بال 2019 وتخصيص يعني جزء مختصر للمتحف الإسلامي بالقاعة الأخيرة الموجودة عندنا بالطابق الأول. نعم. هي تقريبا يعني من مميزات المعرض. تفضل. صفوان بنان، أمين متحف قصر ما قبل التاريخ. نحن انت اول شيء لازم تكون اخر شيء. تمام، مشكله. هلا نحن القاعه فيها هي قاعه تصوير متحف التاريخ، هي اللي اخذت الحصه الاكبر من اعاده تجديد متحف حلب. تمام. الفترة كثير طويلة لوصول مقعد التاريخ، بتبلش تقريبا من حوالي أكثر من 1,000,000 سنة من مناطق الهمة، وبعدين نحن ماشيين للدودارية 150,000 سنة ولفترة 10,000 سنة بمناطق ثانية مثل أبو هريرة وما إلى ذلك. طبعا الادوات الموجوده او المعروضات الموجوده هي اغلبيتها بالبدايه بيكون ادوات صوانيه كان يستخدمها الانسان اللي تتكيف مع الفتره اللي هو عايش فيها، وبعدين بلشت في مرحله الزراعه والتطور وعمليه البناء، وبلشوا بمراحل الحلي، بتضل بتتراوح الفتره تقريبا ل 5,000 سنه تقريبا. طبعا بالبدايه مثل ما قلت لكم كانت ادوات صوانيه، بعدين صار في اكتشافات ثانيه مثل صار يستخدم الفخار، صار في زراعة، صار في تسجين. تماما هي. نعم. يعني المعروف طبعا، ونحن كنا من بداية الرحلة ونحن عم نحكي اليوم انه الآثار هي الهوية، هي الحفاظ على تاريخ الأمم. اكيد خلينا نحكي عن ابرز المراحل اللي عم تشتغلوا عليها حاليا لتضل طبعا هي الآثار هي تحكي عن تاريخ سوريا بكل الحقبات. تفضل استاذ. هلا هو بالبداية في شيء توعية، يعني على المستوى الشعبي يكون وعلى المستويات الأعلى. طبعا مؤخرا ترافق قرار اليونسكو بتسجيل القدود الحلبية على التراث العالمي مع قرار تسجيل الخط العربي أيضا. نعم. هو مفخرة من مفاخر أو بصمة من بصمات الحضارة العربية والإسلامية بكافة تشكيلاته. يعني إضافة إلى ذلك، المتحف يعني الفرحة الأكبر فيه عندما يزور طلاب المدارس، لأن الطلاب هن الشريحة شيء جديد وهن الشريحة اللي لازم تتوعى دائما وتنحفظ عندهم المعلومة. هو المستقبل، يعني هن لازم يكون عندهم النظرة، بده يكون لازم مفروض برامج، يعني احنا بطور إعداد أو مشاركات ببرامج موجهة للشرائح الأطفال، الشرائح العمرية الصغيرة تتابعا للشرائح الأكبر. نعم.
يعني عن جد الرحلات المدرسية اللي كانت على المتاحف أو اللي بتحكي عن تاريخ وحضارة سوريا هي كانت من أمتع الرحلات لكل صحيح الطلاب من نحن وصغار وهلأ حتى الطلاب يعني اللي صحيح بيشوفوا شيء بينبهروا فيه ومعلومات بيحسوها أنه عن شيء ما بيعرفوا. خلونا نحكي عن مهمتكم اليوم أيضا كأمناء، شو هي مهمتكم؟ دائما بيقولوا الأمانة صعبة، فكيف إذا مأمنين على قطع آثار بتحكي عن تاريخ سوريا بلد بأكمله؟ فكمان تفضل. مهمتنا كأمناء متاحف يعني هي مثل ما قلتي انت، يعني امانه، امانه هالقطع، الحفاظ عليها، توثيقها اهم شيء، بما انه المتحف تم النقل والاعاده وكذا، فتم توثيقه ان هالقطع قبل وتم توثيقها بعد اعاده عرضها، وفي بعض القطع او اغلبها بعد لسه محفوظه، يعني عم تشيك عليهم بالمستودعات وهالقصص وكذا، فانه مهمتنا الحفاظ على هالقطع، والمهمه الثانيه هي نشر الثقافة ومع يعني تعريف الآخرين على مضمونات المتحف، ومثل ما حكينا يعني حكى زميلنا إنه أهم شيء هن الأجيال الصغيرة اللي عم يشوفوا هالشيء بمناهجهم المدرسية، من مبادئ غلاف الكتب لإمار مسكنة، ونهاية بالمواضيع الداخلية يعني لكتبهم، فإنه هن حقهم يجوا يشوفوا المتحف، وحقهم علينا نعرفهم على هالقطع اللي عم يشوفوها، لا عم يشوفوها على أرض الواقع هلا. صحيح أكيد. حضرتك أيضا يمكن، وخلينا نحكي عن القسم اللي حضرتك مسؤول عنه، وخصوصا انه بنعرف انه مو كل القاعات عادت، ولكن حاولتوا بالقاعات اللي موجوده يتم عرض كل ما كان معروض سابقا ولو كجزء. تمام. هي صار العرض تسلسل زمني وتاريخي مثل ما قلت لكم، يعني من فترات طويله، يعني اكثر من مليون سنه ونحن عم نمشي. هلا في المعروضات بتكون مختارات، يعني الشيء المميز كثير، الشيء اللي له بصمه بالتاريخ الحضاري، يعني اذا بنحكي بالعمق الزمني، يعني عندنا مثل طفل نياندرتال اللي هو يعني اساسه انه وجود عمره تقريبا 50,000 سنه او 60,000 سنه، في عندنا الرسومات الجداريه كمان تعتبر بجاده المغاره تقريبا الالف الثامن اواخر الالف الثامن قبل الميلاد، كمان هي تعتبر من اقدم الرسوم يمكن والتزيينات الموجوده بالشرق الاوسط زي ما قلنا بالعالم. فاكيد يعني في قطع مهمه كثير هي اللي عم يصير عليها تسليط الضوء، وبتختار يعني بين فتره وفتره ممكن يصير تبديل لنختار قطعه ثانيه، ليصير انه في عندنا نشر كامل للفترات الزمنيه اللي بتغطي هذول الفترات يعني. نعم. يعني نحن بالختام بدنا نقول لكم يعني معلومات كثير مهمه، وايضا نقول لكم قبل ما نقول لكم هيك نودعكم اكيد المتحف الوطني في خطط جديده، وخاصه انه انتم اقسام متنوعه اليوم، في ابحاث جديده، في شيء جديد حابين تضيفوه كلمسات، حتى انتم كامناء يمكن بتشاركوا بافكار تطوير الاقسام. تمام تفضل. ما في مشكله. هلا انا بغض النظر عن زملائي في عندي عمل مزدوج، انه انا كمان بشتغل كمرمم. نعم. فالعمليه هي عمليه مو بس عرض، في عمليه اعاده ترميم، اعاده تاهيل للقطع لتكون جاهزه للعرض وتكون بابهى صوره لها، طبعا مع الحفاظ بدون تغيير على هويتها. نعم تماما. نعم. نحن بدنا نقول لكم بالختام شكرا لكم، واكيد بنتمنى فعلا لما تاني مره نزور المتحف يا سلمى يكون في قسم جديد مؤهل حتى نقدر نتعرف اكثر، لانه عن جد كبر قلبنا لما جينا ولقينا هذا اللمسات الحلوه، الحساسات، طريقه العرض، الاقسام المنظمه، المعلومات الموجوده باللغات، فهذا الشيء بكبر القلب. يعطيكم الف عافيه، بنقول لكم كل عام وانتم بالف خير بمناسبه انتصار حلب الذكرى الخامسه، وايضا نعتبر ترميم الاثار وترميم الاقسام الموجوده بالمتحف هي انتصار لنا كمان كتاريخ سوريا. شكرا لوجودكم. شكرا لوجودكم. اهلا وسهلا فيكم.